حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، إلى الواجهة تعود من جديد المشكلة المستأصلة في جسد المعاناة العراقية لتتبوأ مكانها في صدارة الأزمات العراقية. الكهرباء ومعاناتها الأزلية التي باتت حالة عامة على الرغم من الإنفاق العالي لهذا القطاع، مؤشرات الانقطاع التي باتت تتنامى من شيء أو شيئا فشيء مع الدخول في فصل الصيف، ولأسباب تتعلق بتجهيز الغاز وعوارض فنية أخرى تنبئ بحلقة قد تعاد للعرض أي لحظة رغم الاستياء من تكرارها. ورغم أن تشابك هذه الأزمة إلى أن الحكومة العراقية أولته مكانة متقدمة وتعمل على تفكيك أحجية هذا اللغز. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فسياسة الاستيلاء على منابع الرافدين تزداد حدتها عاما بعد آخر، فما زالت الجارة تركيا لا تحسن الجوار بتعطيش العراق، حيث يمر البلد بواحدة من أسوأ أزماته في موضوع المياه ليصبح على حافة التصحر بعد أن شحت مناسيب نهريه وارتفعت نسب الأملاح والتلوث نتيجة السياسات التي تمارس على أنهاره بالدرجة الأولى بسبب السدود التي أنشئت. فملف المياه يشهد توترا كبيرا بالوقت الذي عرض العراق بشدة إنشاء تلك السدود، وهذا ما يؤثر بشكل مباشر على الكثير من الجوانب الحياتية والاقتصادية والخدمية في البلاد. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة نناقشها تباعا، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بصوت وصورة من بغداد، المحلل السياسي الأستاذ مفيد السعدي انضمنا بصوت وصورة. أهلا بكم سيد مفيد، وكذلك الترحيب بالخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي انضمنا عبر سكايب. أهلا بكم دكتور، وداني أبدأ معك دكتور صفوان. أزمة الكهرباء يمكن ملوا العراقيين من هذه الأزمة، حتى بعد قليل يتم الحديث عنها، حتى إجراءات الحكومة لا تعالج جذور هذه المشكلة بل تعالج على الأقل أو توجد حلول يمكن تهم الناس أكثر من المعالجات الجذرية، لكن كيف تنظرون من جانب اقتصادي أو من جانب سياسي ودبلوماسي لهذه الأزمة، مو من جانب فني خاص بوزارة الكهرباء؟ طبعا من الواضح أن العراق يحتاج إلى مجموعة بدائل وخيارات يستطيع من خلالها أن يقلل العبء على وزارة الكهرباء. حاليا إشراك القطاع الخاص النظامي في عملية التوليد ستساهم في تقليل الضغط على وزارة الكهرباء. لدينا مبادرة البنك المركزي 1 تريليون من الممكن أن تستثمر في إنشاء محطة من قبل القطاع الخاص لاستثمار الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء. لدينا إفراغ في عملية استخدام الكهرباء في الوحدات الحكومية بدون جباية. وزارة الكهرباء معنية بفرض إرادتها لجباية الكهرباء خاصة على الوحدات الحكومية، وأيضا إدارة التجاوزات والتوزيع العادل للطاقة الكهربائية بين المحافظات. كذلك نافذة إشراك القطاع الخاص في عملية التوليد وشراء الكهرباء من
المحطات الخاصة وضخها إلى الشبكة الوطنية. لدينا فرصة للربط الكهربائي مع دول الخليج نعم. وأيضا مع تركيا. حاليا مع المملكة الأردنية الهاشمية تم الربط بالمرحلة الأولى، نتوقع زيادة مستوى الربط من أجل أن يحقق معبر الطاقة الكهربائية، وبالتالي أيضا نستطيع إزالة مثل هذا الاختناق. وكذلك لدينا إمكانية في استثمار الغاز المصاحب وإيجاد آلية لتوليد الكهرباء من خلال الغاز العراقي. وحاليا علينا أن نتفاهم مع جانب إيراني. نعم نعم دكتور. طيب بالنسبة للغاز الإيراني، كل كم شهر كل سنة تنعاد المشكلة، مشكلة الغاز الإيراني أو المخصصات اللي أو فلوس هذا الغاز اللي لازم ندفعها للجمهورية الإسلامية اللي تتأخر. وزارة الكهرباء تقول احنا دفعناها عند البنوك لكن البنوك ما تقدر تحولها. هل تستغل أزمة الكهرباء أو هذا ملف هذه المخصصات إلى إيران كورقة ضغط على العراق أم على الجمهورية الإسلامية؟ الحقيقة يعني العراق هو ليس طرف في فرض العقوبات على الجانب الإيراني. طيب أمريكا هي التي تمنع العراق من تسديد المستحقات، وعمليا يعني الحل المشترك هو عبارة عن تقديم الجانب الإيراني لمجموعة مشتريات يرغب بشرائها، خاصة على مستوى الأدوية، بعض المستلزمات الإنسانية، ويقوم العراق بشرائها لصالح إيران وبإشراف مباشر من الفدرالي الأمريكي من أجل تجنيب العراق يعني موضوع خرق العقوبات. عملية التحكم بآلية الدفع يفترض أن تكون لدينا يعني نافذة لشراء الطاقة من جانب الإيراني، وهذه العملية يمكن أن تكون ضمن جدول زمني، ريثما يستطيع العراق الاكتفاء من موضوع الغاز ومن موضوع توليد الطاقة الكهربائية. لكن على الأقل في فترة لا. الصيف هذه الـ3 أشهر هنا يعني التفاوض مع الجانب الأمريكي من خلال السماح بتحويل أموال أو من خلال شراء سلع إنسانية لصالح الجانب الإيراني ومن خلال العراق، يعني تسديد المستحقات من خلال الأدوية أو من خلال قطع الغيار أو من خلال أي سلعة يرغب الجانب الإيراني بشرائها وبدون ربح، بدون ربح تتحول إلى الجانب العراقي ومن ثم إلى الجانب الإيراني من أجل يعني حل هذا الإشكال. طيب رحب بك مرة أخرى سيد مفيد. وزارة الكهرباء أعلنت أن سبب التراجع بتجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين لعجز العراق حاليا عن دفع مستحقات الغاز الإيراني لصعوبات فنية تتعلق بالعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. طيب إذا كانت هناك صعوبة بإتمام هذه العملية التجارية بين البلدين العراق وإيران، ليش ما يلجأ العراق إلى شراء الغاز من دولة أخرى مفروض عليها هاي العقوبات حتى نضمن وصول الغاز بسلاسة وتجهيز المواطنين بالكهرباء؟ نعم، تحية طيبة لكم جميع مشاهدينا الكرام ولضيفك الكريم. طبعا بالواقع هي دائما نذهب باتجاه لا نذهب باتجاه حل العقدة الأساسية في مسألة دفع المستحقات وإيصال المستحقات إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية من العراق، بقدر ما نذهب باتجاه طرفي العقدة أو الطرفين المستفيدين من التبادل التجاري وشراء الطاقة من والتبادل ما بين الدولتين. العقدة الأساسية هي الجانب الأمريكي وفرض العقوبات، وكان في السنوات السابقة كان يتصدق على الجانب العراقي بتمديد السماح لتسديد المستحقات. هناك أزمة، وملف الكهرباء كان في السنوات السابقة كان سكين على رقبة الحكومة تنحر عندما يأتي موسم الشتاء في ذروته وأيضا موسم الصيف، حتى تستطيع أن تؤنب الشارع باتجاه انعدام الخدمات. وأيضا هذا كان في السابق، الآن ربما تغيرت مكامن
اللعب، واصبحت هذا السكين في خاصره الوضع الحكومي الحالي بعد ما شهدنا هذه هناك الطفرات النوعيه من الخدمات والملموسه بعض الشيء من قبل الحكومه تجاه المواطنين. لذا اليوم علينا نذهب باتجاه العقده الاساسيه هي الجانب الامريكي وامتناعه من تحويل الاموال بسبب العقوبات المفروضه، علينا ان نستثمر التحولات الدوليه والاقليميه، علينا ان نستثمر التراجع الامريكي او الانكماش الامريكي في المنطقه وبعض مراكز النفوذ لها في العالم، ايضا علينا ان نستثمر بروز قوى اقتصاديه مثل الصين وايضا التحولات الاقتصاديه الموجوده مثل دول بريكس والدخول الين الصيني الى الاسواق العالميه. هناك اكثر من حلول تحتاج الى اراده اقتصاديه والى اراده سياسيه اقتصاديه حقيقيه لحلحله هذه العقده ولا نمضي بها، لكن للاسف لا زال عقده في الفتره الحاليه هي سكينه في خاصره الحكومه من اجل تعطيل ولو بعض الشيء من الخدمات حتى لا تكون او تكون هناك انتقاله نوعيه في الواقع الخدمي الموجود، ويصبح ربما هناك انتصار سياسي هذا معروف. نفس الوقت تريد ان تكون الازمه الموجوده ما بين تانيب الشارع العراقي ازمه شعبيه تجاه امتعاض باتجاه ما تقوم به الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه من انقطاع الغاز، وهذا اللي تعزف عليها الولايات المتحده الامريكيه بالذات في هذه المراحل. لذا اليوم انا اقول الكره في مرمى الساسه العراقيين، ونرسم سياسه اقتصاديه حقيقيه تجاه التبادل التجاري ما بين كل دول الجوار، ليس فقط مع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، حتى مع تركيا مقابل انقطاع الماء لازم ان تتعامل معها بالمثل او بوفق سياسه اقتصاديه حقيقيه تؤدي الى منفعه الطرفين. ونفس الوقت الربط الخليجي او الربط مع الاردن، هذه كلها تحتاج في ظل احنا اليوم في ظل واقع انتقال نوعيه بالعمل السياسي، وانا اقول هذه المرحله الحاليه هي مرحله تاسيسيه انتقاليه ولمرحله مقبله، فلذا لابد ان نذهب باتجاه ان نؤسس هناك قواعد حقيقيه وحقيقيه بالعمل الاقتصادي والسياسي حتى لا نذهب ونسقط بتلك المطبات التي سقطنا فيها في كل عام في ملف الكهرباء وملف المياه والملفات الاخرى التي ترهق كاهل المواطن وايضا الحكومه. هذا جانب. اما ما يخص ربما مداخله قصيره على دكتور صفوان ما يخص اللي هو ذهاب باتجاه استثمار في قطاع الانتاج، انا اقول لا نذهب باتجاه قطاع الانتاج اللي ربما به بعض الاشكالات، انا حسب متابعتي ورايي كمحلل سياسي واعلامي، ان نذهب باتجاه ان نحلحل المشكله الاساسيه هي المشكله تكمن في قطاع التوزيع. اذا لاحظوا ونرجع الى السجلات والسنوات السابقه في مشروع الخدمه والجبايه، عندما كان بالمهام تلك الشركات او ما يسمى الخصخصه هي رفع التجاوزات وايضا تقليل الضائعات الموجوده والجبايه. هذه اجراءات مو كان ممكن للاجهزه التنفيذيه انه تقوم بها، ما يحتاج تعطيها الشركه حتى لا شوف تجبي شوف الان لا 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 كان ضحك على الذقون يمكن سيد لا 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 بس الان من يعني خصخصه كهرباء كانت فقط جبايه استاذ بشار، بس لحظه انا اوضح نقطه جدا مهمه اللي هي هذه الشركات استطاعت ان ربما ان تقلص او تشخص بنسبه لا تقل عن 25% من الطاقه المجهزه للمواطن ذهبت باتجاه التجاوزات والاسراف في استخدام الطاقه الكهربائيه بالنسبه للمواطن. نعم هو من مهمه كوزاره الكهرباء وقطاع التوزيع، لكن انا ذهب باتجاه هي 25% من الطاقه المجهزه تذهب باتجاه التجاوزات والضائعات والاسراف بقبل المواطنين باتجاه هذه الطاقه. طيب. احنا هاي ال 25% انعكاسا من 20,000 ميجا وات كتجهيز جت تطلع مو 2500 ميجا ما تعوض، وربما تغنينا عن نذهب باتجاه استثمار الانتاج هم بالمرحله المقبله بالمستقبل. نعم. انا اهم كمواطن شريك اقطع الانتاج عنك واروح، فتصبح ربما مساله سياسيه. طيب. خاضعه للامزجه وخاضعه ربما متغيرات المرحله. انا اذهب هي كلها يمكن لازمات سياسيه. اللبنه الاساسيه هو المواطن، تثقيف طيب. المواطن باتجاه طيب. الترشيد وايضا منع لا هذا الكلام ما يفيد المواطن، هاي ثقافه يحتاج لها سنوات حتى الشعب يعني المواطن يوصل لها. بنقطه واحده اذا تسمع استاذ بشار، اختصار غلق المنافذ الحدوديه باتجاه الاجهزه ذات الجهد الفائق الذي هي استطاعت ان تجعل المواطن يتمرد حتى على واقع الطاقه لرخص تلك الاجهزه مثل الهيترات وغيرها من طيب. هذه تحتاج الى رقابه حقيقيه من
الجمارك وجهاز تقنيه السيطره النوعيه وجهات ذات العلاقه وزاره التجاره ووزاره الصناعه. طيب كذلك وصلت الفكره سيد مفيد، خلينا نعطي وقت الدكتور صفوان. دكتور اعود لك مره اخرى، قضيه توقف امدادات الغاز اللي العراق حاليا معتمد بشكل كبير عليه، توقف امدادات الغاز عن المنطقه الجنوبيه انقطع 10 مليون متر مكعب، وبالمنطقة الوسطى تخفيضها يمكن من 15 مليون إلى 10 مليون متر مكعب من الغاز اللي دا يستعمل بإنتاج الطاقة بالعراق ودا نستورده من الجمهورية الإسلامية. لكن كل سنة دا يبدي الحديث عن الغاز المصاحب اللي العراق دا يضيعه دون استثماره. إن استثمر العراق الغاز المصاحب بإمكان هذا الغاز أنه يسد هاي الكميات 10 مليون متر مكعب و15 مليون و25 مليون متر مكعب، أكو غاز مصاحب ممكن للعراق أن يستخرجه ويستثمره بإنتاج الطاقة يسد هاي الكمية ويغني العراق عن الاستيراد؟ طبعا العراق هو ثامن دولة بالعالم من احتياطيات الغاز، لدينا أكثر من 130 تريليون قدم مكعب من الغاز. سياسة وزارة النفط هي زيادة صادرات العراق النفطية إلى 6,500,000 برميل يوميا، بمعنى زيادة الغاز المصاحب. فعمليا الشركات الفرنسية الآن والشركات الصينية تعمل بعقود ثقيلة لاستثمار الغاز المصاحب وتحويله إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية. فنعم لدينا مكامن غازية على مستوى محافظة ديالى وعلى مستوى محافظة البصرة وعلى مستوى محافظة الأنبار، تستطيع يعني يكتفي العراق من موضوع توليد الكهرباء بالاعتماد على الغاز العراقي، وهذا يحتاج إلى وقت. لكن حاليا نفكر بالبدائل السريعة، وهي أن تقوم الوحدات الحكومية، جميع الوحدات الحكومية بالاستثمار في الطاقة الشمسية. كبار الطاقة الشمسية هي بديل مناسب ومجاني، يستطيع من خلاله العراق أن يخفف الضغط على الشبكة الوطنية. نعم. بالإضافة إلى التجديد وإضافة إلى موضوع الجباية. طيب العراق حتى يستثمر هذا الغاز هو بحاجة إلى عمل شركات أجنبية والتعاقد معها وعملها بالعراق عدة سنوات حتى يقدر يستخرج هذا الغاز ويبني منشآت وبنى تحتية لاستثماره وتصنيعه ومعالجته وغيره، وبالتالي استهلاكه من قبل المحطات أو المواطنين. لكن ممكن هذه الضغوطات الموجودة حاليا على العراق بموضوع استيراد الغاز من إيران ممكن أن تدفع بالأخير وتجبر على استيراد الغاز من قطر؟ لا يعني لا نستطيع، لأن قطر هي يعني دولة غازية تصدر الغاز إلى الصين وإلى الهند بعقود يعني طويلة، لا يوجد لها فائض من الغاز لإحلاله. لكن علينا أن نتفاهم مع الجانب الصيني لتسوية مستحقات الجانب الإيراني من خلال الصين باليوان الصين، يعني إمكانية أن يكون جزء من صادرات الطاقة النفطية هي تجاه الصين هي عبارة عن تسوية التزامات إيران من حيث الغاز، وبذلك نستطيع أن يعني نحل هذا الإشكال، لأن الصين لديها تعاملات ثقيلة مع الجانب الإيراني، والدفع باليوان أعتقد مناسب للجانب الإيراني بعيدا عن الدولار الأمريكي. طيب أيضا ينضم لنا مباشرة عبر الهاتف النائب الأول لرئيس لجنة الكهرباء والطاقة السيد وليد السهلاني. أهلا بكم سيادة النائب، وأود أن أسألك عن كان عندكم تصريحات بخصوص التخصيصات المالية لوزارة الكهرباء وعلى ملف الطاقة ضمن مشروع الموازنة، هل كانت ضمن المستوى المطلوب أو ضمن مستوى الطموح أم هي أقل بكثير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية واحترام لكم ولمشاهديكم الكرام. طبعا لا أخفى عليكم بأن ملف الكهرباء من الملفات الأساسية التي أعطت الحكومة لها أولوية باعتبارها لها تماس مباشر مع حياة الناس. في الأيام القادمة في الشهر القادم هناك ذروة صيف، أكيد يعني فاطمة، ولكن المشكلة عندنا أنه أغلب موازنة الكهرباء هي مواد حاكمة باعتبارها
انه موازنه تشغيليه ما يتعلق بموضوع الغاز المستورد من دول الجوار خصوصا الجمهوريه الاسلاميه. نعم سياده النائب. الو سياده النائب. مبادره السيد رئيس الوزراء. نعم. خلال المصاحب كانت خطوه ايجابيه. تعلم عندنا اكثر من 10 مليار تقريبا دولار تصرف على الوقود سنويا، وهذا مبلغ ليس بالسهل، يشكل خمس الموازنه اذا صح او ربع اقل من خمس الموازنه، يعني كانت 10 مليار دولار يعني 10 الى 5% الموازنه العراقيه، لها اثر كبير جدا لو صرفت في مجالات قطاع الخدمات والقطاعات الاخرى التي يحتاجها المواطن. طيب سياده النائب نعم، يعني هل يعني ممكن ان تعمل لجنه الطاقه والكهرباء في البرلمان على اجراء مناقلات لهذه الاموال اللي يمكن هي مليارين و42 مليون دولار، اكو مجال للمناقلات واستثمار هذه الاموال؟ مليارين و42 مليون دولار يعني الصيانات المستمره لمحطات، اغلبها محطات غازيه ومحطات مركبه ومحطات حراريه. نعم. الان توجه لجنه الكهرباء والطاقه بالتوافق مع الحكومه على انه نتوجه نحو الطاقه المتجدده، الطاقه النظيفه. وطبعا كان قرار المجلس الوزاري للطاقه وايضا لقاءاتنا مع الوكاله الدوليه الوكاله الدوليه المعنيه بالطاقه المتجدده، هذا طبعا يحل لنا جزء من المشكله. احنا في قناعتنا في قراءتنا الواقع الكهرباء على انه تعلم كل ما تتقدم السنوات، يعني الان حاجتنا الفعليه اكثر من 25000 ميجا، انتاج 27000 ميجا، الانتاج تقريبا يصل الى 20، الماكسيموم 20 21، المفترض هو 24، نسبه الضياعات كبيره جدا. قبل اكثر من كذا يوم يعني كان هناك تقريبا انخفاض حاد في موضوع الوقود الايراني للغازيه، وبالتالي سبب كثير من المحطات اللي لم تكن بمستوى يعني ما اشتغلت بجهودها المطلوب. فالمرحله الحاليه المرحله تفضلت انت جنابك المناقلات الماليه يعني هي احنا نتوجه، انا اعتقد موضوع الاستثمار بالطاقه المتجدده خطوه جيده. النقطة الثانية المناقلات المالية للطاقة الكهربائية، هناك قطاعات أيضا مهمة جدا، قطاع الخدمات والقطاعات الأخرى، يعني الموازنة بنسبة كبيرة جدا هي مواد حاكمة، لاحظ الاستثمارية تصل يمكن 46 أو أقل من ذلك، وأغلبها يعني في طيلة السنوات الماضية لا تصرف. فموضوع أنه أمنا على أنه هناك غرفة عمليات مشكلة. نعم. وطبعا هاي الغرفة تعطى أولوية معينة من قبل السيد رئيس الوزراء، خصوصا بعد التعاقد مع سيمنز و اي جي ما يتعلق بموضوع الصيانات باعتبار الشركات العالميه، وحصر موضوع الصيانات المستوصفات في موضوع الكهرباء. النقطه اللي تفضلت بها كيف نحاول ان نزيد من موازنه الكهرباء باعتبار انه الكهرباء او وزاره الكهرباء الوزارات المهمه جدا، والموازنه مليارين و400 ما اعتقد يلبن الطموح. عندنا نقطه جوهريه اساسيه انه كيف نستطيع ان نزيد من موضوع الجبايه، والجبايه المبنيه على اسس صحيحه، وهذه قدمت ايضا في طلب تكلمنا مع دوله الرئيس على انه على الاقل الجبايه لا نتحدث على المواطنين حتى لا نثير حساسيه بعض الناس. نتحدث الان على الملفات المعامل الصناعيه والمحلات التجاريه، وعندنا في التجربه في بعض المناطق حصر تلك المناطق كانت الجبايه بنسبه تقريبا يعني من 7% وصلت الى اكثر من 9% يعني او 90% عفوا. الجبايه تشكل عنصر اساسي مهم جدا في تحسين واقع الكهرباء لانها تساعد المواطن على الترشيد بالاستهلاك، وهي نقطه اساسيه. ثانيا انه توفر ايضا يعني تزويد. النقطه الاهم بهذا الموضوع تعالج مشكله النقص المالي، ولذلك انه نعتقد بان موضوع الجبايه موضوع جدا مهم ولكن يحتاج الى وعي تام. طبعا هناك كثير من المشاكل فيما يتعلق بالخطوط الناقله في بعض المحافظات، وعدم وجود تنسيق ما بين الدوائر الاخرى، دوائر القطاع مثل الزراعه والاثار. يعني انا مثلا في اجتماع قبل يومين كنت في المنطقه الجنوبيه، خط مهم جدا ما بين السماوه الناصريه وما بين العماره والكوت، المفترض هذا الخط محال منذ اكثر من سنه. طيب. الى الان لم يباشر بالعمل بسبب انه الزراعه معترضه باعتبار هناك عقود وكذلك الاثار، وهذا الموضوع مو صحيح، لان هذا الخط الناقل
عندنا احنا بشهر 11 شهر 12 اغلب محطاتنا بالبصر يعني ما يحتاجوها بعد، البرمجة مشتغلة بالسماء والديوانية والكربلاء والنجف. المفترض إذا الخط هذا موجود أولا راح طيب يعني يحاول يعالج لنا مشكلة كبيرة جدا في موضوع التردد والترددات، طيب وبالتالي يوصلنا ويخلي المحطات الموجودة في المناطق الجنوبية تقف ما بعد نهاية تشتغل وتستمر، طيب وبالتالي ممكن يكون التجهيز جيد لمحافظاتنا. واضح سيادة النائب، الشكر جزيلا لكم النائب الأول لرئيس لجنة الطاقة والكهرباء سيد وليد السهلاني، كنت ضيفا كريما عبر الهاتف. والشكر جزيلا لكم الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، كنت ضيفا كريما عبر سكايب. وشكر جزيلا لكم المحلل السياسي الأستاذ مفيد السعادي، كنت ضيفا كريما. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. إذن مشاهدينا، مشاريع السدود العملاقة التي تقام على منابع الرافدين أسهمت في خفض حصص العراق المائية إلى معدلات كبيرة رغم محاولات الحكومة العراقية في إقناع الجانب التركي مراعاة أوضاع وظروف العراق الزراعية والمعيشية لرفع الحصص المائية من مياه النهرين، لكن الجانب التركي يماطل في تنفيذ الاتفاقات السابقة التي تحدد الحصة المائية المناسبة للعراق. وتفاصيل أكثر مع زميلة نهى الشمري. بلاد النهرين بلا نهرين، نصف سينطبق على حال البلد قريبا إن لم تعالج أزمة الحصص المائية بشكل كاف من منابع الرافدين. انخفاض مناسيب المياه تزداد يوما بعد آخر حتى وصل مراحل خطرة تنعكس على الجوانب الحياتية الخدمية، فبناء السدود وانحسار حصة العراق يراها المراقبون تداخلت فيه الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية. ففي ظل هذا التراجع المخيف دائرة المخاوف والهواجس من مواجهة تحديات ومخاطر معقدة وشائكة تشكل تهديدا واقعيا متعدد الجوانب والمستويات ويمس حياة ملايين الناس، وربما يتنامى ذلك التهديد ويتسع مع غياب الحلول والمعالجات الحقيقية بحسب ما يصرح الخبراء ويدعون لضرورة متابعة هذا الملف المهم. بلد المياه يعاني من أزمة المياه، مفارقة كبيرة يجب التوقف عندها وتدارك الموقف بمعالجات وحلول سريعة لتجاوز الأزمة. المتخصصين أولها المباحثات الدولية وإعداد خطة استراتيجية لإدارة الموارد المائية وكذلك صيانة شبكات المياه، فاتباع هذه الخطوات ربما تنقذ البلد من أزمته الحالية. نهى الشمري، الأيام. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف ينضم لنا بالصوت والصورة مباشرة بغداد الخبير المائي والزراعي السيد تحسين الموسوي. أهلا بكم أستاذ تحسين ضيفا كريما، ونود أن تحدثنا عن مؤشرات الجفاف الحالية، ما مدى حقيقة أنها فعلا ضربت دجلة والفرات، وهل فعلا تهدد استمرار الجريان في الأراضي العراقية؟ أستاذ وعلى كل متابعيكم الكرام، نعم أكيد هذا الموضوع ليس بالجديد، ولا ربما كانت قناة الأيام كثيرا ما تناولت وحذرت من هذا الملف، وعلى مدى 4 مواسم متتالية من قلة المياه ومن ثم إلى الجفاف إلى أن وصل إلى قطع المياه بالكامل، ملف حقيقة وصل إلى وضع حرج جدا. الأرقام لم يصل العراق إلى هكذا خزين متدني من يعني ولا فترة من الزمن، والخاصة واليوم نتكلم عن مخزون وصل إلى حدود 7.8 مليار متر مكعب، نتكلم عن خزانات شارفت على النفاذ، نتكلم عن مسطحات مائية أصبحت خارج الخدمة، نتكلم عن عملية صعبة جدا مغادرة الخطة الصيفية، إذا وضع الزراعة أصبح وضع حرج، نتكلم اليوم عن إرواء بساتين الحالات والذهاب البحث عن مياه شرب وليس في كل المناطق. أكيد هذا الملف ومثل ما تناول تقريركم أن العراق استهلك كثير من الوقت ولم يصل إلى اتفاقية تلزم دول المشاركة المائية مع العراق بإطلاق حصص العراق المائية. لكن العراق أصلا وعد هكذا اتفاقيات، والأمم المتحدة عندها قوانين ولوائح تنظم هذه العلاقة ما بين الدول المتشاطئة والدول المشتركة على الأنهار.
أكيد هذا تتكلم جنابك عن القانون الدولي. نعم حول الدول المتشاطئة، لكن تركيا لم تلتزم بالقوانين الدولية ولم تخبر العراق عندما قامت ببناء السدود والممرات وحجز المياه، بالعكس استغلت ظروف العراق، مشاكل العراق، حروب العراق، الاعتداء الذي حصل العراق، العمليات الإرهابية، إلى أن أصبح هذا الملف بالنسبة لتركيا تتعامل به ملف اقتصادي مع العراق لتكون هذه حقيقة. تركيا تضغط على العراق بهذا الجانب للبحث عن مكاسب أكثر، لكن الآن الوضع وصل إلى وضع أضرار. نتكلم اليوم عن وضع حرج، لاحظ حوضي النهر هي تماما تشارف على الجفاف والخزين، وفي موسم صعب، موسم ارتفاع درجات الحرارة، الإطلاقات المائية لا تتعدى 200 متر مكعب بالثانية على حوض دجلة، في حين أن حوض الفرات يحتضر وصل إلى أقل من 150 متر مكعب بالثانية. هذا مستوى خطر جدا قياسا إلى الموارد البشرية والرقعة الزراعية والمسطحات المائية التي بدأت أن تكون خارج الخدمة. تتكلم الآن عن مسألة مباحثات وليست مفاوضات. تركيا لم تذهب إلى دائما هي تتحدث عن محادثة لا تتجاوز عن تبادل الخبرات أو اطلاع على وجهات النظر، إنما المفاوضات تكون ملزمة. العراق لربما صرح السيد رئيس الوزراء ولأول مرة قال العراق بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي في مسألة المياه، لكن المجتمع الدولي لا يأتي إلى من يحتاج، يجب أن نذهب نحن إلى المجتمع الدولي. هذا الأمين العام للأمم المتحدة قبل أشهر أطلق أيضا حقيقة تحذير قوي حينما قال بلد النهرين مهدد بأن يكون بلد لا أنهر. إذن هناك مناشدات كبيرة، وخاصة وأن العراق وقع أيضا في ظروف صعبة من ناحية التطرف المناخي اللي وقعته ضمن 5 دول. إذن وضع المياه حقيقة وضع حرج وصعب للغاية، وبدأ هذا الملف كلما تقدم الزمن كلما ازداد تعقيدا ومشاكل. طيب. هناك خلل بالملف الداخلي أيضا مثل ما تناوله تقريرك، هذا أيضا يحتاج إلى مراجعات. نناقش الملف الداخلي والدور الداخلي في هذا الموضوع، لكن دعنا نرحب أيضا بمعاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة المهندس سليم العتابي، انضم لنا بالصوت والصورة. أهلا بك سيد سليم. أهلا وسهلا. بداية، على شنو يستند بعض المختصين في أن العراق لا يمكن أن يصل إلى مرحلة الجفاف الكامل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هناك إدارة وهناك جهات مختصة داخل وزارة الموارد المائية، هو مركز الوطني لإدارة الموارد المائية. نعم. الذي يشترك مع الهيئة التشغيل اللي هو الهيئة التشغيل وصيانة حوض نهر دجلة اللي هي معنية بتشغيل نهر دجلة ونهر الفرات بتنظيم الاصلاص ما بين جميع المستفيدين وحسب الكميات اللي متوفرة حاليا بخزاناتنا. فهذه الكميات اللي موجودة توضع خطة لتوزيعها على مدى الفترة القادمة، يعني احنا نتحدث اليوم عن فصل الصيف. هذه الخطة اليوم باشرنا بها خلال الأيام القادمة من الصيف القادم للاستهلاكات الأساسية، يعني خلينا نقول الرقم 1 هو موضوع مياه الشرب، الاستخدامات الأخرى اللي هي البستنة وغيرها، بالإضافة أنه أكو هناك يعني لحد الآن لم يعني الاجتماع لم يقرر لحد هذه اللحظة موضوع إمكانية يعني جزء من الخطة الصيفية. فهذه الأمور تدار من خلال يعني جهة مختصة هي المركز الوطني لإدارة الموارد المائية المعني بتنظيم هذه الإطلاقات بما متوفر في خزاناتنا. طيب، قبل فترة من راح رئيس الوزراء إلى تركيا، وأبدت تركيا استعدادها للتجهيز العراق بإطلاقات مائية بالنسب المخصصة، وفتحت يمكن الإطلاقات مدة شهر، يمكن معلومتي مو دقيقة، لكن فتحتها مدة معينة. المختصين الجهات المختصة بالعراق خزنت سيد سليم الكميات المطلوبة احتياطيا؟ نعم نعم، يعني اذا اكو يعني الاخوان المتابعين وال يعني غير منتسبي وزاره الموارد المائيه اللي الموضوع هذا الارقام والتغيرات وافعتهم، انه الكميات اللي وردتنا خلال هذه الفتره كميات جيده غيرت من منسوب، يعني نسبيا جيده، يعني غيرت من منسوب
خزن سد الموصل، وهذه أيضا يعني واجهها إجراءات دقيقة وعمليات تشغيل صحيح وفق الاحتياجات، لأن إجت هي هذه الزيادة وهذه الكميات الواردة مع انتهاء رية الفطام. وخلال هذه الفترة الماضية من نهاية شهر الرابع ولحد الآن تعرف هذه الفترة يعني ماكو لا التزامات موسم انتهاء الموسم الشتوي، وأيضا لا توجد الاستهلاكات الكبيرة، فكان يعني خزن نسبيا جيد قدرنا نستفاد من هذه الكميات اللي وردتنا. أعود لك مرة أخرى سيد تحسين، تتفق مع رؤية تركيا بأن العراق توصل إطلاقات مائية بنسب متفق عليها، لكن العراق هو اللي مدى يعرف شلون يستخدمها ويستثمرها وده يهدر هذا المي يلقي به بالأهوار وطرق الري التقليدية وغيرها؟ تحية للأستاذ سليم. نعم، لكن هذا حق يراد به باطل. أول مرة أول شيء لنحدد حصص العراق المائية ولنتفق على حصص العراق المائية، هذا جانب، لكن الآن نتكلم ونحن في موسم أو في مرحلة قلة الواردات أو قلة المياه أو شح المياه، إذا نتكلم عن تقاسم الضرر. هل الجانب التركي قام بإرسال أرقام حقيقية عن مدى الضرر الذي لحق الجانب التركي؟ هل هناك هجرة داخل تركيا؟ هل هناك خروج عن الخطة الزراعية؟ هل هناك رداء في أكيد هذا الأمر ما موجود، وتتعكس تركيا على هذا الوضع بالنسبة لاستخدامات العراق. نحن لا ننكر أن استخدامات العراق هي استخدامات غير صحيحة، نمثلها بالري السومري اللي نستخدمه واللي غادرته كل الدول العالمية لو ما تستخدم هذا الري، وحتى في بما فيها دول المنبع اللي نتكلم عن الدول المتشاطئة هي أيضا تستخدم التقنيات الحديثة. لكن للأسف الشديد لاحظ سيدي الكريم، هناك أيضا ليس هو أيضا من باب الدفاع أو ابتعاد عن المسؤولية، نحن الآن نعالج هذا الملف بخطأ، نركز على وزارة الموارد المائية ولجنة الزراعة والأهوار والمياه، في حين أن مسألة عملية إدارة المياه ومستخدمين المياه هذه الوزارة هي تقوم بالتحكم أو بإيصال المياه الخام، لكن مستخدمين المياه مستهلكي المياه هناك خلل في هذا المشروع، يجب أن تتغير هذه الطرق الكلاسيكية القديمة. نحن في أزمة حقيقية، ليست العراق فقط، مسألة قلة المياه أصبحت مسألة عالمية بسبب أيضا زيادة الموارد البشرية. تغيير المناخ فرض علينا واقع صعب من حيث ارتفاع درجات الحرارة، نحن حقيقة سنكون في هذا الموسم في وضع حرج جدا للغاية، خاصة ونحن نتكلم في خزين متدني جدا، بالعلم مع العلم احتياج زيادة احتياج المياه في قادم الأيام. أنا أقول إنه ملف المياه بالعراق للأسف الشديد لم يأخذ أولوية، ولم يكن هناك حقيقة يعني استماع لما مرت من تحذيرات، وخاصة وأن العراق ليست المرة الأولى يشهد أزمة بمرحلة مسألة المياه، لكن هذه الأزمة تختلف. أنا قلت ارتبطت طيب. أيضا بالتطرف المناخي، وارتبطت أيضا بقطع إيرادات العراق من المياه. وهذا الملف يتعلق بجانب، يعني الجانب الداخلي والجانب الخارجي. الجانب الخارجي اللي تكلمت عنه بجنابك بتقريرك أنه لم يتم لحد الآن التوصل أو إقناع دول المشاركة المائية في إطلاق حصص العراق المائية، حتى لم نعرف يعني كمية هذه الحصص. هذه النقطة المهمة يمكن لذا يعاني من عدها العراق، وهي من مسؤولية الجهات المختصة بهذا الملف. أعود لك سيد سليم، قضية المياه يعني كما تعرفون وذكر سيد تحسين تتعلق ترتبط أيضا بالأمن القومي للبلاد، لكن هل استطاع العراق أن يفهم دول المنبع المجاورة بحقوقه وفقا لحقوق الدول المتشاطئة؟ البداية تحياتي للأستاذ تحسين. حقيقة يعني أنتم لاحظتوا الحركة اللي صارت بداية تشكيل الحكومة من زيارة دولة رئيس الوزراء وأيضا زيارة فخامة رئيس الجمهورية إلى زيارة تركيا وإلى الجمهورية الإسلامية. No. وهذه حقيقة تولدت عنها يعني حضور وفود رسمية رفيعة المستوى من الجمهورية الإسلامية وأيضا من الجمهورية السورية، وحضور وفد فني إلى العراق من تركيا.
هذه المراحل يعني اعتبر مراحل إيجابية، وإحنا نعمل حقيقة أنه زيادة اللقاءات وزيادة الاجتماعات حتى نصل إلى اتفاقيات، يعني نحاول يعني خلال الأيام القادمة من خلال يعني أنه تكون هناك زيارة لوفد فني من وزارة الموارد المائية إلى تركيا، نحاول نكمل المباحثات أو النقاشات اللي كانت موجودة في اللي حدثت في مركز الوزارة، وأيضا كان الوفد الفني زيارة إلى أطلعناهم على نهر الغراف وزاروا حقيقة منظومة سدة الهندية، وكنا في نقاش على الواقع المائي اللي موجود عندنا والتحديات اللي موجودة. نعم. فإن شاء الله إحنا حقيقة هناك راح تكون خلال الأيام القادمة زيارة وفد فني من وزارتنا إلى تركيا. طيب، الكثير من المتابعين وبعض المختصين يعني حتى الجارة تركيا أشكلوا أن العراق وجهات المختصة لم يقوموا بإنشاء سدود على نهري دجلة والفرات بشكل كافي حتى يحتفظوا يخزن المياه. حدثنا عن من جانب علمي وهندسي عن هذا الموضوع، أكو مكانات مثلا العراق يقدر يسوي بها سد وحكومته ما سوت سد؟ احنا اليوم تعرف حضرتك والساد تحسين على اطلاع وهذه الأمور، احنا اليوم لدينا فراغ خزني، يعني نتمنى انه تكون هناك واردات يعني جيده حتى نملي خزاناتنا اللي احنا يعني ممكن تامننا الاحتياجات الاساسيه، بالاضافه الى تامين الخطط الصيفيه والشتويه. فهذا الموضوع يعني حقيقه احنا بهاي المرحله احنا لدينا فراغ خزني، ونحتاج انه تكون هناك واردات جيده او اطلاقات. يعني احنا محتاجين سدود، افهم من كلامك؟ بهذه المرحلة احنا لدينا فراغ خزني ونحتاج الى كميات مياه لاملاء هذه الخزانات. احنا حاليا كوزارة موارد مائية حاليا باتجاه انشاء السدود الحصاد المياه، هناك يعني خطة وضعتها الوزارة لانشاء سدود حصاد المياه لتأمين كميات المياه التي ترد خلال موسم الامطار، وهذا تأمن ايضا تأمن كميات جيدة لإرواء المناطق القريبة، وايضا تعزيز المياه الجوفية، هذه تعتبر مهمة خلال المرحلة الحالية. أعود لك سيد تحسين، قضية يمكن عندك معلومات عنها أو ما عندك. صحيفة الجارديان نشرت تقرير مؤخرا تحدثت به عن تعميق الشركات النفطية الأجنبية لأزمة المياه في العراق من خلال استخدام الماء في استخراج النفط من باطن الأرض، وهناك معلومة أنه هذه الشركات تحقن في الأرض في الحقول النفطية مقابل برميل النفط تحقن 3 براميل من المياه. هذا الكلام إلى أساس من الصحة؟ نعم الكلام، لكن ليست بهذه الطريقة. المياه المستخدمة لحقن الآبار لعملية استخراج النفط، وصحيح هي لربما تكون 3 برميل لبرميل واحد، هي من مياه البزل، مياه المصب مثل ما يعرف الأستاذ سليم، ومياه البحر لا تستخدم فيه المياه العذبة. أعتقد أنه هذا التقرير لربما كان بهذه الطريقة أو فسر بطريقة ثانية. وأيضا أشاطر الأستاذ سليم، والسؤال لطالما يطرح على الإعلام أن العراق يحتاج إلى بناء سدود، ليعلم الجميع نحن نعيش أيام الشح المائي، قلة المياه، وليست هناك وفرة بالمياه لعملية إنشاء السدود والخزانات. وأكيد الفضاء الخزني بالعراق يسع لأكثر، لربما يصل حتى ل 150 مليار متر مكعب، لكن الإيرادات نتيجة التغيير المناخي وقطعها أو تقليلها من دول المنبع أثرت بشكل كبير يعني على مستوى الخزين بالمياه. لكن لا، سؤال أخير وجواب مقتضب سيد تحسين، يعني لا، استخدام مياه مالحة وحقنها في الأرض هذا ما تداعيات بيئية؟ لا أكيد إحنا نتكلم عن التداعيات البيئية، لكن أنت لا تنسى اليوم تتكلم عن المنتوج الوطني الريع الأول بالعراق، هذا جانب. وأكيد أيضا حتى دخولنا بالاتفاقية الإطارية للمناخ كان تأخيرها على مدى هذه السنوات لأنه تتعارض مع عملية إنتاج النفط. أنت تعرف اليوم كل الزين أن الكوكب تهدد، وهذا التطرف المناخي وهذا التغيير كله بسبب القساوة على الطبيعة نتيجة الثورة الصناعية. وأكيد الدول النفطية ما اشتركت بالاتفاقية الإطارية إلى أن متأخرا اشترك العراق بهذه الاتفاقية كونها تتعارض مع السياسة النفطية. نعم هناك جانب كبير تأثير
على البي ام عملية استخراج النفط، لكن سؤالك كان هو على انه استخدام الاستخراج هل يستخرج لا. من المياه العذبة او المياه المستخدمة؟ لا، اكيد هو من المياه البزل ومياه البحر اللي هذه تتوفر ايضا بكميات اللي هي يتم دفعها بالتخلص منها فتستخدم في عملية استخراج النفط. واضح. الشكر الجزيل لكم الخبير البيئي والزراعي السيد تحسين الموسوي، كنت ضيفا كريما، والشكر الجزيل لكم معاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة المهندس سليم العتابي، كنت ضيفا كريما، شكرا لكم. والشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.